هل بغض النظر عن دوافعنا السياسية أو الفكرية أو الإيدولوجية أو محبتنا النفسية لدولة أو م. كراهيتها هل يمكن لمصر أن تعيش بلا علاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية أو لا تتقدم لا. يعني وارد أنا وده ناس كتير بتقول لا بلاش منهم نتيجة الجزء الإسرائيلي اللي هرجع له بعد شوية هذا الانحياز الإسرائيلي اللي هو هنتكلم فيه بالتفصيل لكن هل يمكن سؤال نظري لدولة متوسطة أو كبيرة أو صغيرة أن تعيش بلا علاقة مش بعداء لكن بلا علاقة مع دولة كبرى في العالم زي الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أن الدكتور محمد كمال أشار في السؤال الأول على مسألة أنه أنه أهمية أمريكا في العالم بالفعل الولايات المتحدة قوة كبيرة قوة عظمى على مستويات عدة هي دولة لها مكانة خاصة في النظام الدولي هي دوله تمتلك قدرات الهيمنه على على النظام الدولي بشكل عام وبالتالي اعتقد انه فكره انه الاستغناء عن القوى الامريكيه او الاستغناء عن العلاقه مع الولايات المتحده يعني ليس في محله هذه كلها اعتقد انه النوع ده من الطرح اعتقد انه بي بيفتقد لكثير من المنطق في التعامل مع قضايا العلاقات الدولية احنا ممكن نكون في مشكلات كبيرة زي ما الأمريكان دايما بيحبوا يستخدموا توصيفات القضايا الكبرى اللي بتتعلق بالعلاقات مثلا الخارجية الأمريكية دايما يوصفوا أنه احنا في جزء كبير من التوتر في العلاقه بين مصر والولايات المتحده بسبب انه امريكا دايما بتستخدم قضايا زي المسل والقيم الامريكيه آه وخصوصا في العشرين 20 سنه اللي فاتوا استخدمتها بشكل خاطئ آه زي حرب العراق على سبيل المثال آه وهنا آه انه دي قضيه كبيره في الـ الـ سواء في السياسه الداخليه الامريكيه او استخدامها في السياسه الخارجيه آه وايضا علاقه ده بمساله انه هل آه الالتزام بالموصل ام المصلحه الوطنيه احنا دايما بنتعامل من منطلق المصلحه الوطنيه احيانا كتير في ادوات توظيف في السياسه الخارجيه السياسه الخارجيه الامريكيه بتجيد توظيف مساله الموصل والقيم، احنا زي ما شايفين النهارده بعد حرب اوكرانيا بيستخدموها ايضا مره اخرى، العالم الحر في مواجهه الدكتاتوريه لمواجهه الخطاب الروسي ومواجهه الرئيس بوتين، بالتالي انه الدوله الكبرى دائما عندها ادوات كثيره تستخدمها في مواجهه القوى المتوسطه او القوى الصغيره او الدول الصغيره، انا شايف انه التوجه الحالي بشكل عام الولايات المتحده تحتاج الى شركاء وحلفاء بشكل واضح انه توجه واللي احنا شفناه من زيارات مسؤولين الامريكان واخرهم وزير الخارجيه الامريكي هو بيتحدث بشكل واضح ان امريكا في حاجه الى حلفاء اقليميين لانه علم متعدد الاطراف علم يحتاج الى ان تعيد بناء هذه العلاقه وبيتكلموا على الاحترام المتبادل بيتكلموا على تبادل المصالح بشكل يمكن انضج من فترات سابقه وخصوصا بعد الخروج من افغانستان وبعد ما أه حدث في العراق. طيب هرجع لموضوع اسرائيل عشان ونتكلم فيه بصراحه شديده جدا جدا انه آه نظر لاسرائيل وامريكا من قد ينظر اليه من زاويتين او الاثنين مع بعض. النظره الاولى اللي حضرتك قلتها وهي مرتبطه بالتاريخ الاوروبي والامريكي فيما يتعلق باليهود عموما ويعني وجود آه طبعا دوافع اكبر للالتصاق اسميه كده سواء كانت ده جماعات ضغط او غيره او مصالح او الى وانه ده في العلاقات المصريه الامريكيه ركن اساسي بالنسبه للامريكان على الاقل وانه حمايه اسرائيل من اي خطر عبر تسهيل علاقاتها مع الدوله الاكبر في المنطقه. النظره الثانيه انه هذه الإسرائيل هي الابن الروحي فوجودها في المنطقه هو رهينه لدى سكانها طيب. يعني العرب يحتفظون باسرائيل كرهينه م. لعلاقات اكبر واهم مع الغرب حسب بقى استخدامهم الرؤيتين دول احيانا بيبقوا رؤيه يعني متكاملتين يا ترى مدى صحه دي او دي او الاثنين مع بعض يا طيب. لو تسمح لي بس انا برضو عايز أرجوك. اجاوب على السؤال اللي حضرتك قلته للاستاذ عزت أرجوك. يعني انا اعتقد انه يعني ممكن انا عايز أن... سؤال مستفز لا مهم هل انا عارف يعني ممكن ان تفكر في انك تترك او تبتعد عن الولايات المتحده ولكن هذا لا يعني ان الولايات المتحده هتبتعد صحيح. عنك او تسيبك <applause> في حالك صحيح. المثال على كده ايران صحيح. ايران زيرو علاقات مع الولايات المتحده مه. ولكن الولايات المتحده بتناكف فيها طول الوقت مه. لسبب ال ال التقاطعات في مه. الاهتمام في منطقه الشرق الاوسط صحيح. طالما مه. الشرق الاوسط مازال للولايات المتحده تاثير ونفوذ واهتمام به فانت كدوله كمصر كل دوائرك الاقليميه ودوائر الجوار الولايات المتحده لها مصالح فيها ليبيا هتلاقي في السودان هتلاقي في فلسطين هتلاقي في دول حوض النيل في افريقيا في علاقاتك مع الغرب، وبالتالي اضعف الايمان انه يبقى فيه اليه للحوار والتنسيق لان خصمك لو انت ما عملتش كده خصمك هيعمل كده وهيحاول يستفيد من قوه الولايات المتحده لتحقيق المصالح. وبالتالي يعني اضعف الايمان ان يبقى فيه اليه للحوار مع الولايات المتحده علاقه طيبه كي تستطيع ان تستمع <applause> الي وجهه نظرك في هذا الاطار بالنسبه آه لاسرائيل آه طبعا وغانين. اه هي يعني علاقه آه خاصه <تصفيق> <تصفيق> ليها جزء اللي هو الثقافي والديني والعهد الجديد والعهد القديم والكلام ده لكن انا بعتبر المساله دي مساله جديده يعني العلاقه مع الولايات بين الولايات المتحده واسرائيل كانت علاقه عاديه وما كانش داخل فيها هذا البعد النظري والفلسفي ولكن الحقيقه العلاقه بدات تبقى قويه عندما اصبحت اسرائيل قضيه داخليه للولايات المتحده تمام. متى اصبحت اسرائيل قضيه داخليه للولايات المتحده مهم. عندما آه يعني اصبح الجزء الكبير من يهود الولايات المتحده مهتمين باسرائيل مهم. وبامن اسرائيل وبيدافعوا عن مصالحها وده حصل الحقيقه يعني مع حرب 67 <تص descript> قبل كده ما كانش الكلام ده آآ آآ موجود يعني فبقى اليهود في الولايات المتحدة اليهود الامريكان يعني او الامريكان اليهود بدأوا يؤثروا على صانع القرار الامريكي باستخدام الاليات المعهوده داخل هذا النظام لانه يعطي اولويه لاسرائيل. بدا يظهر بقى حاجه جديده ودول يعني ظاهره احدث. اللي هو التيار الانجيلي المسيحي يعني ده اللي بؤمن بقى بعوده المسيح في في, في ارض اسرائيل اللي الضفه جزء منها وبالتالي لابد من وده اللي مسيطر بشكل كبير جدا على الحزب الجمهوري، مه. يعني اليهود كأقلية في الولايات المتحدة هم جزء من الحزب الديمقراطي، ولكن الآن الحزب الجمهوري أكثر تأييدا ومساندة لإسرائيل بس بسبب هذا الطيار آه الإنجيل مه. فأهمية إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة بالأساس تتعلق بهذا الموضوع إنه في تأثير داخلي على عمليه صنع القرار والسياسه انا اعتقد في جانب اخر بقى اللي هو الاهميه الاستراتيجيه لإسرائيل. مم. إسرائيل كان لها أهمية استراتيجية أثناء الحرب الباردة وانقسام المنطقة صحيح. إلى معسكرين، إسرائيل كانت في المعسكر الغربي. بعد نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي والخطر الذي يمثله إلى آخره، العديد من المحللين الاستراتيجيين الأمريكيين بيقولوا لا إسرائيل لم تعد لها أهمية استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة. عشان كده إسرائيل دايماً كانت بتطلع كده أمور عشان تقول والله أسباب أخرى إن أنا مهمة استراتيجية زي الإرهاب وأنا واقفة معاكم ضد الإرهاب إلى آخره، لكن أنا أعتقد التأثير القوي لإسرائيل والذي ما زال موجود هو القوى المؤيدة لإسرائيل داخل المجتمع الأمريكي وعملية صنع القرار. بعض الدول العربية مدركة لأهمية هذا الموضوع. وبعضها بتستخدمه بشكل طيب ولا مانع من استخدامه لما بيبقى فيه قضايا فيها مصالح مشتركه يعني موضوع الارهاب والتطرف ده مصلحه مشتركه للطرفين موضوع استمرار التعاون العسكري والاقتصادي موضوع مثلا زي موضوع الكويز اللي هو من خلاله مصر بتصدر الى الولايات المتحده منتجاتها بدون ما يبقى فيه رسوم جمركيه عليها يعني ف يعني خلاصه القول انه اسرائيل ما تزال مهمه لاسباب داخليه في الولايات المتحده وانا اعتقد يعني العالم العربي او عدد من الدول العربيه بتاخذ هذا في الاعتبار ولكن ايضا العلاقات العربيه الامريكيه والعلاقات المصريه الامريكيه لها اسسها الثانيه القويه جدا طب أه؟ على حاجة والتي لا تقل اهميه وصراحه الاستاذ عزت يعني لا حق هل يمكن ان تكون هناك علاقات طيبه ما بين مصر او اي دوله عربيه وامريكا بدون علاقات طيبه مع اسرائيل وارد وارد, وارد. عشان يعني ده سؤال بس ما يبقاش علاقات ما يبقاش طبعا علاقات يعني عدائيه <applause> أه؟ او صراعيه مع مع اسرائيل <applause> لكن علاقات عاديه او في ظل او او بدون ده يتوقف على اهميتك <applause> أه؟ في دول يعني مصر مثلا لا موقعها الاستراتيجي في غايه الاهميه <applause> أه؟ قناه السويس اللي اتكلمت عنها في المقدمه ده يعني مساله في غايه الاهميه بالنسبه للولايات المتحده مش بس من الناحيه العسكريه من الناحيه التجاريه. اه يعني انا الحقيقه لما حصل جنوح السفينه دي ايفر آه جرين آه لفتره الحقيقه الـ الاقتصاد الامريكي وخاصه في الساحل الشرقي للولايات المتحده اصيب بشلل. ده ما حتى في ذهننا كمحللين مهتمين بالولايات المتحده لانه جانب كبير من سلاسل الامداد اللي جايه من اسيا لمصانع في الولايات المتحده بتمر عبر قناه السويس